السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم دكتور خاص الحدين. اليوم جيناكم في موضوع جديد، راح نتكلموا على اهميه شرب الماء. معلومات جديده جامي سمعتوا بهم. سوري انت اشرب شويه ماء. نكملوا اهميه شرب الماء، شنو هي الفائده تاع شرب الماء وحقائق راح تسمعوهم لاول مره. صح، قبل ما نبدا الفيديو ما تنساوش انكم تبارطاجيو وتلايكيو وتخلوا لنا كومونتير. هل راك تشرب الماء بما فيه الكفايه؟ وهل راك تشرب الماء بطريقه صحيحه؟ تابعوا معنا الفيديو. من المواضيع الثابتة علميا والمؤكدة، يعني ما فيها حتى اختلاف، انه الماء فيه فوائد، يعني فيه غير الفوائد، شرب الماء فيه العديد من الفوائد لجسم الانسان. كبداية انه جسم الانسان اصلا مكون اغلبيته من ماء، الدم، الخلايا، البلازما، جسم الانسان اغلبيته عبارة عن ماء. اليوم ان شاء الله نعطيكم 8 فوائد اساسية لشرب الماء اللي مكتوش على بالكم بهم. هذه عرفة، وثاني حنعطي لكم ونجاوبكم على سؤال: ما هو الأفضل، هل شرب الماء بارد أم شربه ساخن؟ بغينا نعرفو كيفاه نشربو الماء ديالنا. لازم أولا نعرفو وقت نكون مثلا مانيش نتلقى الكمية الكافية من الماء يوميا. إذا حسيت روحك تعبان فشلان، إذا حسيت عندك دوخة، إذا حسيت كي تروح إلى المرحاض وتدبول البول تاعك يعني راه قاصح اللون تاعو، يعني يميل إلى البنية، معناتها راك ماكش تأخذ في مياه كافية، ولازم عليك أنك تبدأ تشرب الماء الآن. يعني راح بس الفيديو أشرب، جيب كاس ماء وأشرب. وديما إذا حسيت فمك ناشف، إذا حسيت بالعطش ما تبخلش على نفسك، روح أشرب. أيضا من الأعراض أنك الجلد تاعك يكون ناشف، انك تكون ديما دايخ، راسك يوجع فيك، هذو اكل اعراض فقط تقدر تتجنبهم اذا شربت الماء. والمقياس اللي لازم نديروه في الحساب انه لازم على الاقل نتبول من 7 الى 10 مرات يوميا، 7 الى 10 مرات، والبول تاعنا يكون صافي، يعني يميل الى البياض، معناتها رانا نتلقى كميه كافيه من الماء. ما هذا لازم الهدف لازم نوصلوا ليه. شرب الماء يساعد على تحريك الطعام في الامعاء، يعني تكون عندك حركه سلسه للماكله تاعك، ما تبقاش باقيه في البطن تاعنا، وتكون عندك عمليه افرازات يعني يوميا، يعني باه تسهل حركه الامعاء، وما يكونش عندك كونسيباسيون او امساك، باه تنحي هذا الامر اشرب الماء، يساعدك كثيرا. رقم 7، يحسك بالشبع. كتشرب الماء بزاف، يعني تشرب الماء دوريا ما تنقص لك النسبه تاع الجوع، يعني كاين بزاف تخلط لها، يكون عطشان برك يقول لك انا جوعان. يعني اذا كنت حاب انك تنقص من الوزن تاعك وتنقص من الاكل غير ضروري، تنقص من السناكس، تنقص من على شغل الاكلات الخفيفه اللي حتكون مضره بالصحه، ديما هز معاك قرعه ماء اشرب. وايضا امر مليح بزاف ننصحكم به، انكم كي تنوضوا الصباح اشربوا ماء احكم، اشرب كاس ماء. الماء هذا اللي تشربوه ماشي شرط يكون حامي، وماشي شرط يكون بارد، يكون بدرجه حراره الغرفه. اشربوا على الريق الناشف، راح يزيد لك النشاط، راح يعطيك الحيويه وينحي لك السطر تاعك تاع الراس، ومليح للدوره الدمويه تاع جسم الانسان. رقم 6، يساعد ويحفز على انتاج المزيد من الكريات الدم الحمراء في جسم الانسان. كي تشرب كاس ماء على الفراغ مع الصباح، راح هذا يحفز الدوره الدمويه تاعك بانها تزيد تخدم كريات دمويه حمراء، يعني راح ينقص لك من احتماليه انها تحرك فقر الدم ولا الانيمي. ثم اشرب الماء. معلومه اخرى، ينحي لك وينقص لك من الوجع تاع الراس. في اغلب الاحيان يكون يسر علينا الراس ويوجع فينا، معناتها رانا ماناش ناخذ في كميه كافيه من الماء. يعني اذا كان راسك يوجع فيك ولا يسر عليك، اشرب بالماء. اشرب بالماء هذا راح يقوي لك من الجهاز المناعي تاعك. انا تشرب كاس ماء الصباح على الفراغ، هذا راح يزيد ويقوي الجهاز المناعي تاعك، بالاضافه الى انك تاكل اكل صحي والرياضه. يعني شرب الماء فيه فائده كبيره بزاف. رقم 3، يساعدك انه يزيدك في النشاط تاعك والحيويه. عليها نلاحظوا انه الرياضيين ولا الواحد كيبدا المجهود بزاف يعطش، كيعطش راه يسحق الماء، ماشي برك باه الجسم تاعو يرطبو ويعطيه الماء، باه ايضا باه يساعد في الحركه الدمويه ويزيد له في النشاط تاعو. نصيحه رقم 2، انه يجعل بشرتك صافيه. يعني اذا بتحب تحسن من بشرتك، ماشي شرط لازم ديما دير لي برودوي الاصطناعيين ودير لي ماسك وكلش، قادر انك تكون تشرب الماء بانتظام، هذا راح يساعد لك بانه جسمك يتخلص من الدهون، يساعد لك انه جسمك يخلص من الحب ويعطيك بشره صافيه. نصيحه رقم 1، انه يعاونك به تزيد في الميتابوليزم ديالك، يحسن لك الميتابوليزم تاعك بنسبه 24%. كي تشرب الماء
على الفراغ والماء الدافئ. وهذه 8 فوائد لشرب الماء. عاد نحاول نلخصها كيف كيف. يساعد لك نقص السكر تاع الراس، يعطيك الانرجي، يقوي لك المناعه تاعك، يعطيك صحه جيده، يصفي لك الجلد تاعك، يساعدك على انك تكون اكثر نشاطا وحيويه، يحاولك في انك تنقص الوزن، انك تكون يعني صحيح. حاول انك تعود نفسك على انك ما تشربش الماء حتى نتعطش، انك لازم ديما تكون تشرب، ماشي لازم تكثر كميات كبيره من الماء. حاول ان القرعه تاع الماء يعني ديما تكون معاك، يعني القرعه تاع اطر ونص يوميا شربها، حس بها روح، حط قدام الدم ديرو كي تكون تقرا كي تكون تخدم، ديما حط قدامك الماء. لا ضرر انك تدخل مرحاض تكران كيما قلت، لازم على الاقل من 7 الى 10 مرات يوميا، ولازم يكون يعني البول تاعك يعني صافي باش تعرف روحك بلي راك مليح. صدقني بلي راه جسمك راح يتغير وراح تحس بواحد النشاط وطاقه رهيبه. ثم لازم تتعلم وتوعد نفسك بلي راك تشرب بالماء ماشي كي تكون عطشان، تشرب الماء ديما. فيه فوائد كبيره وفيه يعني اشياء رائعه جدا جدا. اما بالنسبه للسؤال تاع هل ما الفائده اننا نشرب الماء بارد ولا نشربه ساخن؟ عرف بلي كي تشرب الماء بارد يعني تجيبه من لاكلاص ولا من الفريجيدان، هذا راح يسبب لك امراض، لانه يضرب لك المناعه، يضرب لك ينقصك في المناعه تاعك، الاوعيه الدمويه تاعك تتقلص، تشوك الجسم تاعك، وهذا ما حيدخل لك الفيروسات والامراض. عليها ديما واحنا واش نقولوا، انه واحد كيشرب الماء بارد، شربت ماء بارد مرفت، تسمى ما تشربش الماء بارد بزاف، وما تشربش الماء ثاني سخون بزاف. كاين بزاف اللي يقول لك يعاونك في الميتابوليزم، تنقص به البوا، ماشي ما كاش يعني اثبات علمي، درت بحوث وما كاش يعني عسل. ماذا بيك اشرب قد حراره الغرفه يعني قد الشمره تاعك، اشرب قرعه ماء على الفراغ على الريق يوميا، عود عليها نفسك وراح تلقى نتائج كبيره بزاف. اذا استفدتوا من الفيديو شاركوه مع خاوتكم، مع اصحابكم، مع اهلكم، وروحوا اشربوا الماء بصحتكم، انه يعني حاجه في المتناول الحمد لله، وموجوده بارتو وعندها فوائد كبيره بزاف. شاركوا معنا في التعليقات وشحال راكم تشربوا الماء يوميا، وهل راكم ملتزمين ولا لا. شاركوا في فيديو قادم. كان معكم دكتور خالد صلاح الدين، والسلام عليكم.